الكاثوليكون، فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى: أيها العبيد، كونوا خاضعين لأسيادكم بكل خوف، ليس فقط للصالحين المترفقين بل للأخر المعوجين أيضا، لأن هذه نعمة إن كان أحد من أجل ضمير نحو الله يحتمل أحزانا وهو مظلوم، لأن ما هو الافتخار إذا كنتم تخطئون ويقمعونكم فتصبرون؟ لكن إذا صنعتم الخير وتألمتم وصبرتم فهذه هي نعمة من عند الله الذي دعاكم لهذا، لأن المسيح هو أيضا تألم عنا تاركا لنا مثالا لكي نتبع خطواته، الذي لم يخطئ ولم يوجد في فمه غش، وكان يشتم ولا يشتم، وإذ تألم لم يغضب، وأعطى الحكم للحاكم العادل الذي رفع خطايانا على الخشبة بجسده، لكيما إذا متنا بالخطايا نحيا بالبر، والذي شفيتم بجراحاته، لأنكم كنتم كمثل خراف ضالة، لكنكم رجعتم الآن إلى راعيكم وأسقف نفوسكم. كذلك كنا النساء أيضا فليخضعن لرجالهن، حتى وإن كان البعض لا يقبلون الكلمة يربحون بسيرة النساء بدون كلمة، ملاحظين سيرتكن الطاهرة بخوف. وعلى هذا فلا تكن الزينة الخارجية من ضفر الشعر والتحلية بالذهب ولبس الثياب هي زينتكن، بل الإنسان الخفي في القلب، في الروح الهادئ الوديع العديم الفساد، الذي هو قدام الله كثير الثمن، لأنه هكذا كانت قديما النساء القديسات المتوكلات أيضا على الله يزينن أنفسهن خاضعات لرجالهن، كما كانت سارة تطيع إبراهيم وتدعوه سيدي، التي صرتن لها أولادا صانعات الخير وغير خائفات خوفا من أحد البتة. كذلك أنتم أيضا أيها الرجال كونوا ساكنين معهن، عالمين أن النساء عانية ضعيفة، معطين إياهن كرامة كالوارثات أيضا نعمة الحياة بأي نوع، لكي لا تعاق صلواتكم. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم.